في هذه اللحظات تمت انطلاقة الشوط الرابع عشر في المجموع هذا الشوط الأول الرئيسي لفئات القعدان الصعود من مسافة 1500 متر في سباق الأصايل الأسبوعي في أول المراكز. هذا هجام للسيد سالم بفرحان العنزي مع هجام في أول المراكز. ثاني المراكز وصل الفائز السيد حمد بن سعيد بن طوار الكواري في ثاني المراكز. ثالث المراكز جلمود للسيد حمد بن جابر بن جهمان البريدي في ثالث المراكز. الرابع المراكز واصل في هذه اللحظات وصل شاهين للسيد عبد الهادي بن راشد بن ديلة المري في هذه اللحظات في رابع المراكز. في رابع المراكز أول المراكز ما زال حتى هذه اللحظات هجام وتعود ملكية هجام للسيد سالم بن فرحان العنزي مع هجام في أول المراكز. ثاني المراكز واصل الحبل الكريم هذا هو شايل للسيد عبد الهادي بن راشد بن ديلة المري في ثاني المراكز. ثالث المراكز من الجانب الأيمن جلمود للسيد حمد بن جابر بن جهمان البريدي. رابع المراكز الفائز للسيد حمد بن سعيد بن طوار الكواري في هذه اللحظة رابع المراكز. خامس المراكز حوران للسيد جابر بن محمد أبو برجس ولكن مع اللي في اول المراكز والذي سيطر حتى هذه اللحظات هذا هو هجام بتعود ملكيه هجام للسيد سالم بن فرحان العنزي مع هجام في اول المراكز. ثاني المراكز واصل لشاهين السيد عبد الهادي بن راشد بن ديله المري في ثاني المراكز ولكن وصل ابو برجس وصل حوران للسيد جابر بن محمد ابو برجس مع حوران في ثاني المراكز ورفع رايه التهديد. اول المراكز هجام ولكن الهجوم مع حوران في هذه اللحظات في ثاني المراكز وتسللها حوران وانتزع المركز الاول. تهانينا والناموس على انتزاع الكاس للسيد جابر بن محمد ابو برجس على فوز. هذا هو شعار كابول وشعار غندهار وشعار العديد من الاسماء التي رافقت هذا الشعار في ثاني المراكز. هجام للسيد سالم بن فرحان العنزي. ثالث المراكز وصل جلمود للسيد حمد بن جابر بن جهمان البريدي. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين 15 ثانيه 99 جزء من السنه. تهانينا والناموس للاخوه الفائزين.